إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، سعيد جدا بوجودي في هذه الجامعة محترمة، وسعيد جدا بوجودي كعضو ضمن هذه الفرقة مكونة من الأساتذة الخبراء، من بينهم حضور الأستاذة المحترمة الأستاذة العايب سامي، وعلى يميني الأستاذ فنيتس، وعلى يساري الأستاذة فاضل أيضا، وبوجودي أيضا. نرحب بالحضور من الجميع رغم الظرف الاستثنائي. إذن سنشرع في مناقشة ملف تأهيل الجامعي للمترشح عبد الرحمن فتناسي. إذن قبل ما نبدأ، نعطيك الكلمة اللي تعطينا حوصلة حول الملف اللي هو أو عنا إحنا يعني عنا في يعني في بشكل مختصر إن شاء الله. تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والأسماء والمقامات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، حيث يقول المولى عز وجل تحية فيها سلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا ونشكركم على ما شرفتم على تشريفكم لنا بحضوركم هذه الجلسة العلمية المباركة إن شاء الله، فلكم مني كل الشكر والتقدير. أستاذي الفاضل رئيس لجنة المناقشة المحترم، أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، أساتذتي الأفاضل الخبراء الذين أنجزوا تقارير خبرة في هذا العمل، أرحب يعني نشكركم جميعا على ما اقتطعتم من وقتكم الثمين رغم مسؤولياتكم العلمية والمهنية وفحصكم لهذا العمل المتواضع، فلكم منا خالص الشكر والتقدير. سعيد أنا أيما سعادة بالمثول أمام هذه اللجنة الموقرة متتلمذا متعلما، لأقدم أمامها تقريرا مركزا حول الأعمال العلمية والبيداغوجية الموجزة. بداية بالمسار المهني، عملت بكلية الحقوق والعلوم السياسية في بداية الأمر كأستاذ مؤقت خلال الموسم الجامعي 2012-2013، ثم نصبت بعدها بنفس الجامعة كأستاذ مساعد قسم بابي تاريخ 2 سبتمبر 2013، ثم تم الترقية إلى أستاذ مساعد قسم ألف بتاريخ 1 سبتمبر، وبتاريخ 17 أكتوبر 2018 ترقيت إلى رتبة أستاذ محاضر قسم باء. خلال هذه الفترة كلفت بالعديد من المقاييس، سواء محاضرة أو أعمال موجهة. من بين هذه المقاييس النظام السياسي الجزائري، وهذا برنامج قديم للسنة الثالثة، حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة السنة الثالثة قانون عام، نظام النظم السياسية السنة الأولى جدع مشترك، جزاءات إدارية السنة الثانية جدع مشترك، حماية القانونية للبيئة السنة الأولى ماستر تخصص استثمار، مدخل القانون الإداري السنة الأولى جدع مشترك، أحزاب سياسية السنة الثالثة، وقانون إجراءات مدنية وإدارية السنة الثانية جدع مشترك. كما أشرفت على مجموعة من يعني كبيرة من المذكرات تخرج لشهادة الليسونس، وأطرت وناقشت العديد من مذكرات التخرج لشهادة الماستر. بالنسبة للأعمال العلمية والبيداغوجية، وبتوفيق من الله عز وجل وبتاريخ 17 أكتوبر
2018 بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنا واحد، ناقشت رسالة أو طروحة الدكتوراه المسومة بإثبات الخطأ الطبي في العمليات الجراحية بمؤسسات الصحة العمومية، عالجت فيها إشكالية تتمحور حول مدى إمكانية إثبات الخطأ الطبي الجراحي في المؤسسات العمومية للصحة، وركزت الدراسة على مدى فعالية إعمال القواعد العامة للمسؤولية المدنية في إثبات مثل هذا الخطأ، وكذلك ركزت في الدراسة على وهل يمكن اعتبار الوسائل المعتمدة حاليا من طرف القضاء الإداري الجزائري لإثبات هذا الخطأ كافية لضمان حقوق المتضررين في التعويض. فباختصار، فموضوع الإثبات في هذا المجال يكتسي أهمية بالغة خاصة في المجال الطبي، لكن تنبع من توقف نتيجة الدعوة عليه. لكن على الرغم من هذه الأهمية، فإن تحقيقه خاصة بمؤسسات الصحة العمومية يعد يعني ليس بالأمر سهل، وحتى بالنسبة لي تحديد المكلف به، يعني المكلف بهذا الإثبات، حيث اتخذ المشرع الجزائري في هذا الأمر موقفا سلبيا، وتارك المجال إلى إعمال القواعد العامة في الإثبات التي تلقي بعبء الإثبات على المدعي. وعادة في مثل هذه المسائل وهذه يعني الأخطاء ما يكون المريض هو المدعي، مريض المتضرر المدعي، حيث تواجه العديد من الصعوبات تحول دون تحقيق هذا يعني هذا الإثبات، بل في بعض الأحيان يستحيل عليه إثبات هذا يعني الخطأ، وهذا راجع لأسباب عدة. أما بالنسبة لموقف القضاء الإداري الجزائري فلا يزال يكتنفه بعض الغموض في هذا الأمر. أما بخصوص الوسائل المعتمدة لإثبات هذا الخطأ، فقد تبنى أو دائما يعتمد القضاء الإداري الجزائري على تقارير الخبرة الطبية، وعلى الرغم من طابعها الاستشاري غير الملزم، لكن يعتمد عليها دائما في إثبات مثل هذه الأخطاء دون اعتماد على وسائل أخرى كالملف الطبي للمريض مثلا، الذي لا يقل أهمية في هذا المجال طبعا في مجال الإثبات. كذلك أنجزت مطبوعة طبعا بعد هذه الدراسة، خلصت إلى النتائج وقدمت فيها بعض الاقتراحات. أنجزت كذلك مطبوعة بيداغوجية في مقياس مدخل القانون الإداري وبالتحديد التنظيم الإداري، وانطلاقا من محتوى البرنامج الرسمي للمقياس، فارتأيت تقسيم الدراسة إلى ثلاث محاور. عالجت في المحور الأول إلى ماهية القانون الإداري، تطرقت فيه إلى تعريف موجز الإدارة العامة وباختصار مفهوم ورشة القانون الإداري، خصائص القانون الإداري وتمييز عن بعض القوانين الأخرى، علاقة القانون الإداري بعض فروع القانون الأخرى، وبيان ومصادر القانون الإداري والأسس التي يقوم عليها. تناولت كذلك في المحور الثاني أهم الأسس وأساليب التنظيم الإداري بتطرق إلى الشخص المعنوي ثم المركزية ولا مركزية، وختمت الدراسة أو هذه المطبوعة بمحور ثالث خصصته إلى دراسة التنظيم الإداري في الجزائر، تطرقت فيه إلى الهياكل المركزية ولا مركزية للتنظيم الإداري الجزائري. نشرت مقالا بعد مناقشة الدكتوراه في مجلة دولية، وهي المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، التي تصدر عن كلية الحقوق بجامعة الجزائر واحد، الموسوم بدور الرقابة الانتخابية دور الرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تجسيد الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات في التشريع الجزائري. يتمحور موضوع هذا المقال حول الرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومدى فعاليتها في تكريس المفهوم الحقيقي للديمقراطية وضمان انتخابات يعني نزيهة وشفافة، حيث خص المشرع الجزائري هذه الانتخابات بمنظومة قانونية تتعلق بجميع مراحلها، سواء من حيث التنظيم أو من حيث رقابة هذه الانتخابات. وذلك لما تلعبه يعني هذه العملية الانتخابية من دور بارز في إرساء نظام سياسي يعني يقوم على أسس ديمقراطية حقيقية. ولضمان تجسيد هذه الرقابة، أقر المشرع الجزائري عدة آليات رقابية مختلفة على سير هذه الانتخابات، تبدأ من المرحلة الأولى للعملية الانتخابية وهي استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية أو المؤقتية وليس النهائية، لاعتبار أن النتائج النهائية ينفرد بها المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا. لكن من خلال نظرة تقييمية لهذه الآليات الرقابية، تبين أنه على الرغم من الخطوة الجريئة الذي تبناها المشرع الجزائري، خاصة بعد إقراره واستحداثه لهيئة للسلطة الوطنية المستقلة لرقابة الانتخابات، فخلصنا للقول أن هذه الرقابة تعد غير كافية لتسجيل المفهوم الحقيقي
الانتخابات الديمقراطية بشكل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لما يشوبها من نقائص تستدعي تدخل تشريعي لتدارك هذه النقائص. ومن أجل ذلك قدمنا عدة اقتراحات في هذا الموضوع. بالنسبة للمشاركة في المنتقيات بعد مناقشة الدكتوراه، شاركت في المنتقى الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية في ظل القانون 1805، وهذا منظم طبعا من طرف قسم العلوم القانونية لدينا بكلية الحقوق جامعة جالما، وهذا بمداخلة بعنوان مفهوم التجارة الإلكترونية تقديرها وبيان مدى أهميتها. كذلك شاركت في المنتقى الوطني حول الإدارة الجزائرية للأزمات والكوارث نحو استراتيجية فعالة المنظم من طرف قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جالما بعنوان الإطار التشريعي لإدارة الأزمات والكوارث في الجزائر. كما شاركت في المنتقى الوطني حول القانون المدني خصوصية المجتمع الجزائري وموكبة حركة التشريع المنظم من طرف قسم العلوم القانونية والإدارية بجامعة جالما وبمداخلة بعنوان الالتزام بالإعلان في مرحلة ما قبل التعاقب على ضوء التعديلات الجديدة للقانون المدني الفرنسي. شاركت كذلك بصفة عضو في اللجنة التنظيمية للمنتقى الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية ذكر سابقا، كما شاركت بصفة عضو اللجنة التنظيمية وعضو اللجنة العلمية في المنتقى الوطني حول القانون المدني بين خصوصية المجتمع الجزائري ومواكبة حركة التشريع العالمي. بالنسبة للمقالات، نشر لي مقال بعنوان الإثبات في مجال المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية على نشاط الطبي في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلة دولية مصنفة نصف سنوية متخصصة في العلوم القانونية والسياسية. كذلك نشر لي مقال في حوليات جامعة جالما، طبعا هذا قبل مناقشة الدكتوراه، في حوليات جامعة جالما للعلوم الاجتماعية الإنسانية بعنوان الخبرة القضائية في المجال الطبي وتطبيقاتها في الجزائر. أما بالنسبة للنشر فنشر لي كتاب أول في سنة 2015 بعنوان المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر عن دار النشر الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية مصر. ثم نشر لي كتاب ثاني مؤخرا في سنة 2020 بعنوان إثبات الخطأ الطبي في العملية الجراحية بالمؤسسة للصحة بالمركز الأكاديمي للنشر الإسكندرية مصر، وهو متواجد حاليا ضمن قائمة الكتب المعروضة في المعرض الدولي ببغداد لهذه الدار في بغداد. أكتفي بهذا القدر، فإن وفقت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي وأنا الشيطان. وفي الختام أضع عملي هذا بكل تواضع بين أيدي رئيس وأعضاء اللجنة المحترمين لهذا فحصه، وأتوجه لهم سابقا بخالص الشكر والامتنان على ما سيقدموه من ملاحظات. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.